الفيلم بيبدأ جوه لعبة رالف المدمر وفيليكس المصلح الطيب، واللي كان بيصلح أي حاجة بيكسرها رالف، لكن في الآخر بياخد ميدالية. أما رالف كان بيروح يبات في الزبالة، ودي كانت مكانه اللي بيعيش فيه، وكانت بتصعب عليه نفسه لما كان بيشوف فيليكس وهما بيهنوه وكانوا بيعملوا له كيك مخصوص عشانه. وفي اجتماع لكل الألعاب الشريرة قال لهم إن النهاردة يوم العيد ميلاد الـ30 لعبتي، وأنا خلاص مش عايز أبقى شرير تاني. طبعا الكل بيتصدم وبيقولوا له إنك عايز تبقى تيربو ولا إيه؟ فبيقول لهم كل اللي أنا عايزه نبقى ليا أصحاب والناس تحبني وتعمل لي كيك. لكن قالوا له ما نقدرش نغير من نفسنا وعيشها لعبة لعبة. وبعدها بيبقى رالف في لعبة باكمان وبياخد معاه الكريزة، والكل بعد كده بيركب القطر اللي بيوديهم على ملتقى كل الألعاب، وبيقابل لعبة كيوبيرت اللي محتاجة مساعدة، وفعلا بيديها الأكل وبيقول لها إنه أكل طازة. وهم بيحتفلوا بالعيد الـ30 للعبته ومعاهم فيليكس المصلح الطيب، بس بيشوف باكمان وبيقول إنها الكورة اللي بتاكل النقط والكريز من غيري، وطبعا بيتجن جنونه وبيروح يخبط عليهم، وبيطلع له فيليكس المصلح وبيقول له إنهم عاملين تورتة. فبيقول له اه سمعت عنها قبل كده، ففيليكس بيتكسف منه وبيدخله. وطبعا رالف اول ما بيدخل بيبتدي يكسر في البيت، ولما راح عشان يشوف التورتة اتفاجئ بنفسه انه محطوط في الطين، وان فيليكس هو اللي فوق وواخد الميدالية. فبيطلع نفسه فوق وبيقول ان انا ليا مكان فوق لان انا برضو في اللعبة. ومدير اللعبة بيتدخل وبيقول له ان مالكش مكان تبقى فوق، مكان فيليكس، فيليكس هو الطيب واللي بيصلح البيت واللي بياخد ميدالية. فبيقول له مرة بس انا اخد الميدالية، وبتحصل خناقة على كده، وبيقول له انك مش طيب، وبيقول له ان حوريك ان انا هبقى طيب، وبيقول له ده مستحيل، ويوم ما تبقى طيب انا عندي استعداد اديك كل الروف اللي فوق. وطبعا بيتضايق رالف وبيهدله التورتة وبيتحداه وبيقول له هرجع لك بالمدينة. وبيروح رالف للجرسون ويتكلم معاه وبيقول له اني مش هعيش كمان 30 سنة في مقلب زبالة. الجرسون بيقول له روح دور في هناك في صندوق كده شوف يكون في ميدالية فيه. ورالف بيفضل يدور في صندوق لكن ما بيلاقيش حاجة، وبيطلع من المكان وهو متضايق، وبيخبط في واحد هو كمان ماشي متضايق وبيكلم في نفسه وعمال يقول كل دي مهمة الأبطال عشان أدمر السايبوجز، وعمال يقول كل دي عشان ميدالية. وطبعا أول ما بيسمع كلمة ميدالية بيخدره وبياخد منه لبسه وبيروح على اللعبة دي على طول. واللي رالف بيكتشف انها لعبه قتاليه وصعبه جدا بسبب السايبجز، والبنت اللي بتلعب بيه خسرت بسبب. وبعد اللعبه ما بتنتهي السايبجز بيروحوا على مكانهم، لكن القائده كان ليها حساب معاه وقالت له بقى ركز بعد كده في دورك بطريقه جديده. بعدها البنت الصغيره دي بتروح تلعب اللعبه بتاعت فيليكس وبتاعت رالف، ان طبعا رالف المدمر مش موجود، وبتبقى مستغربه. لكن فيليكس بيحاول يصلح المشكله وبيعمل اي حاجه، لكن البنت بتحس بخلل في اللعبه وبتنادي الراجل اللي بيشغلها لها وبتقول له ان في مشكله. فبيقول لها اللعبه دي احنا هنوقفها دلوقتي. وطبعا كل الالعاب اللي في اللعبه بيحسوا بالخطر ده، وبيفضل طبعا فيليكس وكل زمايله بيدوروا على رالف وبيقولوا ان كده في مشكله وان احنا كده هنموت جوه اللعبه. وبتجيلهم لعبه تانية وبتقول لهم ان رالف موجود في لعبه تانية عشان بيدور على ميدالية وان انتوا السبب في كل ده. بعد كده رالف بيتسلق الفنار دوت عشان ياخد الميدالية، ولما بياخد الميدالية دي الشخصيات اللي جوه كلها بتحييه على الميدالية اللي اخدها. وهو نازل براحة بيدوس على بيضة السايبوكس لكن بتفقس وبتيجي بتلبس في وشه، وهو مش واخد باله بيدخل جوه سفينة فضائية بتوديه لعبة تانية اسمها شوجر رش، وبيقابل بنت اسمها فانيليانا وبتقوله منور انت شكلك كده مش من هنا. فبيقول لها يعني انا مش من هنا بس جاي اشتغل هنا شوية بقطع يعني الشجر وكده. فطبعا هي ما بتصدقهوش خالص، وهو ما بيرضاش يقول لها انه بيدور على ميداليته، وبتفضل وراه باسئلتها. ولما بتشوف الميدالية بتقوله ده كوين ولا ايه، لان هي مستنية كوين تعرف تدخل بيه السباق. ولما بتشوفه وبتلاقيه بيكذب عليها فبتاخدها وبتقوله عيب عليك لما تكذب على طفلة صغيرة. ولما قائدة اللعبة بتوصل هي وفيليكس وبيعرفوا انه وصل للعبة شوجر رش، بتقول لهم ان السايبوكس هتاكل كل اللعبة دي. وفيليكس بيسأل هي ليه عنيفة على طول، فبيقولوا ان هي للأسف غصب عنها، هي متبرمجة على كده لان هي عاشت اكتر قصة حزينة في الدنيا، كانت يوم فرحها يوم ما السايبوكس دخلوا وموتوا جوزها. ولما بتكمل وبتروح عشان تحارب السايبوكس، فيليكس مش بيرضى انها تروح لوحدها، بيقول لها ان استحالة تخاطري بحياتك لوحدك ومش هسيبك. وبيجي الملك سكر وهو بيعلن على المسابقه الجديده، ورالف عمال يدور على فانيليانا بعد ما اخذت الميداليه بتاعته وجريت، لكن بيكون لزق عليه كل الحلويات فبيفتكروا انه وحش. وجا الوقت بتاع كل واحد بيقدم كوين عشان يدخل في السباق، وجا الدور على فانيليانا وقدمت الميداليه بتاعت رالف، وبكده دخلت ميداليه رالف جوه الكاس الكوينات، واللي بيفوز بالجائزه هو اللي بياخد الكاس ده بكل الكوينات والميداليه اللي فيه. لكن رالف بيجي وبيشوف فانيليانا وبيجري وراها،
وحلوى الإكرير اللي هم الحراس بيشوفوه بيطلعوا يجروا ولا رالف. وكمان الملك سكر بيقول إن هفوة اللي هي فانيليانا ما ينفعش تشترك في السباق خالص. ولما مسكوه بيسألوه انت عايز مننا ايه، فبيقول لهم ان انا عايز الميدالية بتاعتي. بيعرف الملك ان هفوة اخدت الميدالية بتاعت رالف ودخلت بيها السباق، والملك سكر بيقوله ان خلاص دي بقت جزء من السباق ومقدرش اجيب لك ميداليتك، اما هفوة فانا هتصرف معاها. وبعد كده بيروح رالف عشان يدور على فانيليانا عشان تقدر تساعده، ولكن بيلاقي البنات بتتنمر عليها وبيزقوها في الشوكولاتة. وعلى الرغم ان هي كانت سرقة منه الميدالية بتاعته، الا انه برضو بتصعب عليه وبيدافع عنها وبيخوف البنات وبيمشيه، وبتطلب منه بعد كده انه يساعدها في ان هي تعمل عربية عشان تدخل السباق بدل اللي هم كسروها لها، وبتقدر تقنعه وفعلا بيوافق انه يساعدها. وفي الوقت ده فيليكس المصلح والقائدة بيقدروا يوصلوا للسفينة الفضائية، وبتدور على ساي باجز وبتحاول تلاقيه بالجهاز اللي معاها. ولما بتسأله عن رالف، فيليكس بيقول لها ان بقى اسلوبه غريب جدا لدرجة ان احنا شكين انه بقى تيربو. فبتسأله يعني ايه تيربو؟ قال لها تيربو اول ما اخترعوا الالعاب كان تيربو ده اول حد بيكسب واشطر لعبة واشهر لعبة، ولما جت لعبة جديدة غطت على التيربو، التيربو بقى يدخل يفيرس كل الالعاب، وكان السبب انه هو يوقف لعبته وكمان الالعاب التانية. وهم بيدوروا على الساي باجز بيقعوا في رمال النيسكويك المتحركة واللي ممكن يموتوا بيها، ولما بيتحرك كتير عشان يحاول ينط ويخرج بره فبتضربه بالقلم جامد. فالشرايط اللي من الحلوة بتضحك وبتنزل شوية، فبيقول لها من واجبك انك تضربيني تاني عشان يضحكوا وينزلوا ونقدر نخرج من هنا، وكل مرة تضرب ويورم ويصلحها والشرايط تنزل تاني لحد ما نزلوا خالص من كتر الضحك وبيقدروا يطلعوا من المكان ده. ورالف ومعاه فانيليانا فضلوا يسحبوا من البوابة عشان يقدروا يدخلوا للمكان، وطبعا رالف بكل سهولة بيدخل وبيصنع لها العربية واللي بتبقى مصنوعة من الكيك والشوكولاتة. وفانيليانا بتحب شكل العربية جدا وبتفرح بيها، لكن في الوقت ده بيدخل عليهم الملك سكر وبسرعة بيهربوا منه. ورالف حكى لها قد ايه هو محتاج الميدالية اللي هتخليه يتعامل كويس ويعملوا له الكيك اللي بيحبه واللي نفسه فيه، وبتقوله ان ده بالظبط اللي السباق هيعمله لي، وبتقوله ان الملبس ده لما بيقع في الكولا بيعمل انفجار شديد، وبتقوله ان انا ده مكاني اللي بنام فيه كاني ست متشرده. فبيقول لها انت بتنامي كل الزباله دي حواليكي، فبتصعب عليه وبيخليها تتمرن على السباق، وحفر لها بايده التراك اللي تقدر تتمرن بيه. واول ما بقت جاهزه قال لها انت كده بقيتي تمام وتقدري تروحي السباق. والملك سكر بيقدر يدخل لحد الكاس الكسبان عشان يجيب الميداليه لرالف. والقائدة نزلت فيليكس وراح يسأل عليه عند حمودة، لكن بينزله وبيحبسه تحت الأرض. ولما رالف شاف الملك سكر اتخانق منه ومسكه من رقبته وقال له انت عايز مني ايه، فبيطلع له الميدالية وبيقول له انا عايزك بس في موضوع، وبيقول له انا مش عايز فانيليانا تلعب. ولما رالف بيسأله انتوا ليه كلكم مش بتحبوها، بيقول له ابدا انا مش بكرهها، انا بس خايف عليها لان هفوة عندها لاج وبتقطع في اللعبة، ولما اللاعب في السباق هيلعب هيفتكر ان اللعبة فيها لاج ولعبتنا هتتوقف خالص، ساعتها فانيليانا مش هتقدر تهرب وكمان هتموت جوه. وقبل ما رالف يبتدي يتكلم معاها بتديله ميدالية هي اللي عاملاها بنفسها ومكتوب عليها انت بطلي. ولما بيقول لها ان بلاش تكملي في السباق او تتسابقي، فبتبقى مش فاهمة وبيحصل لها اللاج، لكن بتشوف الميدالية في صدره وبتقوله ان انت بعتني انت خاين. ولما بيحاول يفهمها انه عايز ينقذها هي بترفض، وبيحاول يفهمها اكتر لكنها مش قابلة ابدا ان تفهم، فبيكسر لها العربية وبتقوله ان انت فعلا شرير. بعد كده بيروح يرجع للعبة ومعاه الميدالية، فبيقابل مدير اللعبة وبيقوله ان كلهم مشوا وانه رجع متأخر وان عنده كلامه وياخد المكان ليه، فبيزعل رالف لكن بيشور فانيليانا وهي متعلقة على اللعبة. فبيروح رالف عشان ينطق حمودة وبيقوله هتنطق بدل ملحوسك ولا موتك، انت قلبك قريب مني قوي. فبيقوله انا حموت والسر معايا، لما بيدخله في بقه بيعترف له وبيقوله ان فانيليانا كانت متسابقة لحد ما الملك مسح كودها. قال له ايه؟ قال له مسح كل ذكرياتنا وهو مش فاكر ولا حد فاكر فينا خالص. ورالف بيروح لحد فيليكس عشان ينقذه وعشان كمان يصلح عربية فانيليانا، وبيوعده انه يكمل اللعبة عادي وعمره ما يحاول يبقى طيب مرة تانية. وبعدها رالف بيروح لحد فانيليانا وبيرجع لها العربية سليمة زي ما كانت بالظبط، وبتبدأ فانيليانا في السباق. هما في السباق بيدخل عليهم السايباجز بعد ما فقس البيت بتاعه، والقائدة قالت لهم ان الكل لازم يهرب من المكان حالا، ورالف بياخد معاه فانيليانا عشان يخرجوا بره لكنها بتتعطل بسبب البوابة دي. والملك سكر بيبقى قدام فانيليانا اللي بتكتشف بعد كده ان هو التربو وهو اللي بيفيرس كل الالعاب،
وعشان كده التربو ما كانش عايزها تكسب عشان هي هتاخد منصبها. رالف تاني وبيرجع عشان يعمل انفجار الكولا واللي بيدمر كل الحشرات وكمان التربو بعد ما كان اتحول لوحش. وبعد كده فيليكس بيروح يصلح خط النهاية وتبقى فينيليانا كسبت السباق. وأول ما بتعدي الخط كل حاجة بتتصلح وبنكتشف إن فينيليانا هي ملكة لعبة شوجر رش. بعد كده رالف بيودع فينيليانا وبنشوف بعد كده إن فيليكس اتجوز القائدة. وفي النهاية رالف بيرجع تاني للعبته، لكن بقوا يحبوه ويعملوا له الكيك اللي هو كان بيحبه، وكمان ما بقاش يعيش في الزبالة وعمل بيت جميل. وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب.